لو بيوم من الأيام أشرقت الشمس على الأرض وكانت خالية تماماً من البشر، كل الناس اللي كانوا يسعون ويمشون على هالأرض اختفوا من الوجود، شلون راح يكون شكل العالم وقتها؟ هل راح يبقى على حاله بأشجاره وأنهاره وبحاره وجباله؟ وسواء تم على شكل الحالي أو تغير، شلون راح نقدر نعرف اللي بيصير؟ هالسؤال اللي يبدو إنه عميق ونابع من تفكير طويل ما كان مطروح من قبل عالم أو فيلسوف أو خبير مختص. اللي طرح هالسؤال رجل أمي ما يعرف يقرأ ولا يكتب، وهذا بالتحديد اللي ألهم أحد خبراء التربية في القرن العشرين ليؤسس نظرية جديدة، وهي نظرية تعليم المقهورين. شنو فكرة هذه النظرية؟ وشنو قصة أول امتحان بالعالم؟ وشلون تحول التعليم من الكتابة على الألواح الصخرية إلى الكتابة على الألواح الإلكترونية والتابلت؟ في ملف اليوم نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة. من اللحظة الأولى اللي خلق فيها الإنسان وهو في عملية اكتشاف وتعلم مستمر، لكن أشكال هذا التعلم اختلفت وتنوعت على مر العصور. فبعصور ما قبل التاريخ وزمن الحضارات الأولى كان نقل المعلومات يتم شفهياً، وللحفظ دور محوري في نقل المعلومات والأحداث والحكايات للأجيال التالية. ورغم أن العلماء اكتشفوا الكثير من الرسوم على جدران الكهوف اللي عاشت فيها شعوب قديمة من آلاف السنين، لكن هالشيء ما يعني وجود التعليم بذاك الوقت بصورة قريبة من الشكل اللي نعرفه اليوم، لأن تداولهم للمعلومات أو القصص الأسطورية كان من خلال التراتيل والأهازيج القديمة. أما البداية الحقيقية للتعليم بشكل مقصود وممنهج ما ظهرت إلا مع ظهور الكتابة عام 3400 قبل الميلاد، وهذا ما يعني أن العلم أصبح مشاع ومتداول في المجتمعات، بل كان بهالفترة محصور في نطاق ضيق جداً، وبأغلب الأحيان كان التعليم سري ويعاقب أي طالب يخرج شيء من هالعلم لعامة الناس. وهذا يعني أن أفراد الشعوب استمروا بالاعتماد على الحفظ والتعلم الشفهي والقصص اللي يتناقلونها بينهم، حتى ظهرت المدارس في الحضارات القديمة مثل الحضارة الصينية واليونانية والرومانية والهندية، واستمر هالوضع حتى جاءت الحضارة الإسلامية بنمطها الجديد للتعليم. فالجوامع والمساجد ومجالس الذكر وحلقات العلم كانت مراكز التعلم ونشر المعرفة، وكانت طريقة التعلم المتبعة بهالمراكز تتراوح بين قراءة كتاب يشرح الشيخ أو الفقيه ويدارسه مع طلابه، وبين الإملاء اللي كان يعتمد عليه اللغويين والمتكلمين والمحدثين في التعليم، خاصة بالقرن الرابع الهجري. لكن لما كبرت مجالس العلم وزادت أعداد الطلبة وتشعبت العلوم وتعددت المسائل وكثر النقاش والجدل والمناظرة بين الشيوخ والفقهاء والمتكلمين واللغويين وغيرهم، ظهرت الحاجة إلى تخصيص أماكن معدة ومهيئة فقط للدراسة والتعليم، وهالشيء دفع لإنشاء ما عرف بالمدارس الإسلامية. فبادر عدد من المعلمين والقضاة والفقهاء في إنشاء مدارس خاصة لتعليم الطلبة، مثل مدرسة الفقهاء الشافعية اللي أنشأها القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز في مدينة قزوين، والمدرسة اللي أنشأتها أخت صلاح الدين الأميرة الأيوبية ست الشام زمرد خاتون لما حولت بيتها الواسع بدمشق إلى مدرسة لتعليم الفقه، والمدرسة البيهقية اللي بناها أهل نيسابور واللي تعتبر بحسب المقريزي هي أول مدرسة في الإسلام. وخلال سنوات قليلة انتشرت هذه المدارس في كل البلدان الإسلامية،
وصار يدرس فيها علوم متعددة مثل النحو والصرف والفقه والبلاغة والأدب والمنطق والرياضيات، بل كان الطلبة يسافرون إلى المدارس المشهورة في بغداد ودمشق والقاهرة ومكة لتلقي العلم على يد الشيوخ والفقهاء والعلماء. بهالمرحلة حصل تطور جديد في شكل المدرسة، وظهر نمط إبداعي من أنماط المؤسسات التعليمية. شنو هذا النمط؟ لما أنشأ الوزير السلجوقي نظام الملك في سنة 457 من الهجرة، مدرسة تمنح المعلمين أجور ورواتب، وبنفس الوقت رصد مبالغ لتغطية تكاليف واحتياجات الطلاب من غذاء ومسكن وحتى أدوات التعلم من أوراق وأقلام وغيرها. كان نظام هذه المدرسة هو الشكل الأول للمدرسة النظامية بشكلها الرسمي، واللي صارت كل المدارس على شكلها فيما بعد. والوزير نظام الملك الطوسي ما اكتفى بس بهالشيء، بل حول مشروع المدرسة النظامية لمشروع ضخم، وبدأ بإنشاء المدارس في جميع أنحاء الخلافة العباسية، وجلب للمدارس كبار الشيوخ والعلماء من أصحاب التخصصات المختلفة، حتى صارت مدرسة بغداد صرح علمي عظيم يشبه أرقى جامعات عصرنا الحالي، ويأتي لها الطلاب من كل أصقاع الدنيا. وإذا تركنا العالم الإسلامي ووجهنا عدستنا نحو العالم الغربي، راح نلاحظ ظهور المدارس بالعالم الإسلامي متزامن تقريباً مع ظهور المدارس الديرية بكنائس وأديرة أوروبا بين الأعوام 800 إلى 1100 من الميلاد، حتى جاء القرن الثاني عشر اللي ظهر فيه نموذج الجامعات بصورتها الحديثة. فأول جامعة أوروبية أسست في مدينة بولونيا الإيطالية، وتلتها أخرى بباريس، وكانت هالجامعات تحاول الجمع بين العلوم اليونانية القديمة وبين العلوم الدينية بالمدارس الديرية والكنائس. لكن مع الوقت بدأ الأوروبيين بإدخال العلوم والمعارف اللي ظهرت في الحضارة الإسلامية وإعادة تشكيلها بقوالب تناسب الحضارة الغربية في عصر النهضة، حتى قامت الثورة الفرنسية وبدت أوروبا تتخلص من سيطرة الكنيسة على العلوم والمعرفة. ومع مرور الزمن واستمرار التطور في الأنظمة التعليمية الأوروبية، استقرت المدارس والجامعات أخيراً على شكلها الحالي، نظام تعليمي مقسم لعدة مراحل، كل مرحلة تتكون من عدد من السنوات يدرس خلالها الطلبة وفق خطط منهجية محددة تقسم العلوم فيها والمعارف بحسب المراحل الدراسية، لما يوصل الطالب بالنهاية إلى مرحلة التخصص بالجامعة. لكن رغم الاختلاف بين المراحل التعليمية وتفاوت أنظمتها وخططها، إلا أن في طريقة مشتركة بين جميع هالمراحل بما فيها الجامعة، وصار من الصعب علينا أن نتصور التعلم اليوم بدونها، وهذه الطريقة هي الامتحانات. والسؤال، متى بدأ استعمال نظام الامتحانات في التعليم؟ وهل هو أفضل أداة لقياس مستوى الطلاب؟ قصة الامتحانات بدت من زمن طويل ومن مكان بأقصى شرق الأرض، نعم من حضارة الصين القديمة. هناك بالصين وتحديداً عام 605 من الميلاد، نظمت أسرة سوي اختبار موحد على مستوى الإمبراطورية الصينية، كان يطلق على هذا الاختبار الامتحان الإمبراطوري. الهدف من هالامتحان اختيار المرشحين المؤهلين لتولي وظائف حكومية محددة، واستمر هذا النظام معمول فيه بالصين حتى جاءت أسرة تشينغ وألغتها عام 1905. لكن إلغاءه ما أتى إلا بعد ما انتشر هالنظام واستقر بالبلدان الآسيوية المجاورة للصين، وعبر الحملات التبشيرية والتجارية والعسكرية انتقل هذا النظام لأوروبا. وكان أول استعمال لنظام الامتحانات ببريطانيا لما اعتمدت شركة الهند الشرقية البريطانية آلية الامتحانات لاختيار موظفيها. مع الوقت انتقل تبني هالنظام للحكومة البريطانية اللي صارت تختبر موظفي الخدمة المدنية بنفس الطريقة عام 1855. واستمر هالنظام بالانتشار حتى دخل المنظومة التعليمية في المدارس الأوروبية وبعدها في جميع مدارس العالم، وما زال مستقر حتى هذه اللحظة.
لكن على الرغم من النتائج الإيجابية الواضحة اللي حققها نظام الامتحانات في التعليم، إلا أن نواجه بعض الانتقادات اللي تستحق الوقوف عندها والاستفادة منها لتطوير الأنظمة التعليمية. من أهمها الانتقادات الفكرة اللي طرحها الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو. فالاختبارات بحسب رأيه عملية يتم فيها إخضاع جميع الطلاب لمقياس واحد، ما يراعي تنوعهم البشري واختلافهم في التفكير والمواهب والقدرات. وعلى هذا الأساس يتم تصنيف الطلاب بين طلبة أذكياء وهم اللي حصلوا على درجات مرتفعة، وطلبة أغبياء أو حمقى حصلوا على درجات منخفضة. ويكمن خطر هالعملية بشيء يسميه الغرس المنحرف. فبناء على اختبار ما كان يراعي أي اختلافات بين الطلبة، صار مجموعة منهم يشوفون نفسهم أغبياء بسبب حصولهم على درجات أقل، وراح تبقى هالصورة متعلقة بأذهانهم لأطول مدة لغاية ما يقدرون يتعافون منها، هذا إذا قدروا فعلا. وجهة النظر هذه تأيدها مجموعة من الشواهد، أهمها إن كلنا شفنا شخصيات موهوبة ومبدعة ومميزة، بنفس الوقت هم بحسب تقييم الأنظمة التعليمية التقليدية يعتبرون فاشلين دراسيا، لكن بفضل موهبتهم وعزيمتهم ما أحبط هذا التعليم هممهم ولا أعاقهم عن المسير في طريق أهدافهم. اللي شرحه ميشيل فوكو عن الامتحانات ودورها في اختزال الإنسان في مقياس واحد وصورة واحدة يرجعنا مرة ثانية لنظرية تعليم المقهورين اللي طرحها المعلم البرازيلي البارز باولو فاريري. ينتقد باولو وسائل ومناهج التعليم السائدة، ويعتقد أن رغم تطور نظريات التعليم وتعدد المدارس والمناهج، إلا أن طرق التعليم في كثير من الأحيان تؤدي إلى تعطيل طاقات الطلاب الكامنة. وبعبارة ما تخلو من القسوة، يصف باولو هذه الطرق في التعليم بأنها طرق غير إنسانية، لأنها تقهر الطالب وتجبره على حشو راسه بكثير من المعلومات. أما طريقة التعليم من خلال التلقين والاسترجاع فيسميها نظام التعليم البنكي، لأنها النظام يعامل الطالب مثل الوعاء الفارغ، نعبيه بالمعرفة مثل ما نعبي الحصالة. لذلك يقترح لنا باولو نمط تعليم مختلف يكون فيه الطالب مشارك ومتفاعل مع المعرفة، وهو النمط اللي يسميه التعليم التحاوري. فكرة هذا الأسلوب أن المعلم يدعو الطلاب لقراءة نص من النصوص، ويبدون بنقاش هذا النص ويعلقون عليه ويطرحون حول الأسئلة، وبهالطريقة يفتح المعلم لطلابه أفق التفكير وممارسة حرية نقد النص والتفكير فيه من زوايا مختلفة. واليوم بعصرنا الحديث مع انتشار الإنترنت وتعدد مصادر التعلم والمعلومات، صرنا بأمس الحاجة لتجديد شكل العملية التعليمية، فالطالب ما عاد مجرد متلقي فقط، وأيضا بالنسبة للمعلم فما عاد هو المصدر الوحيد للمعلومة. وهذا يرجعنا مرة ثانية لنظم التعلم في المدارس الإسلامية سابقا، وشلون كان نظام التعليم في قدر كبير من الحرية. فالكتب والمتون والشروح موجودة، وكان الطالب ياخذ من المعلم مفاتيح العلم مو المعلومات، ويتلقى مناهج النظر وآلية التفكير بهذا العلم، ويصير مهيئ للانطلاق والتفاعل بنفسه مع المعرفة. وبنفس الوقت كان الطالب يملك حرية اختيار المعلم من بين مجالس العلماء. هذا جوهر اللي نحتاجه في أنظمتنا التعليمية، منهج ما يقصد التلقين لكن يأسس التفكير العلمي، يعطي المعلومة لكن الأهم يعلم الطالب شلون يستفيد منها، وبالأخير يفعل معايير قياس أخرى غير الامتحانات تراعي تقييم ملكة الإبداع والموهبة. إلى اللقاء.